الحبيب، أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا في ظلال الأصيل. ضيفي اليوم يتحدث بالريشة والقلم، وهو تشكيلي وفنان معروف، الأستاذ محمد خميس. مرحب بك حبابك ألف، أهلا بك في ظلال الأصيل. مرحب بكم، عليكم السلام. شكرا لغناة الشروق، وإن شاء الله نقدم إفادات مفيدة عن التشكيل ومعرض شوارد. حبابك أستاذ محمد، يمكن دائما بدايات الحديث بتتحدث عن البدايات، كيف اكتشف محمد نفسه أنه هو مصمم وتشكيلي؟ والله طبعا كالعادة البدايات دائما في الفنون، يعني هي طبعا بتظهر في وقت مبكر جدا، وفي بعض الناس بيكتشفوها وفي ناس ما بيكتشفوها، يعني بتروح عليهم. أنا ظهرت عندي الموهبة في المراحل الأولى، مراحل الدراسة الأولى يعني، وظهرت في الخط العربي. فكنت أنا في المرحلة الابتدائية، يعني رغم أنه أداب الزول بيكون يتعلم الكتابة، كنت بكتب بخط جميل جدا جدا، يعني أثرت انتباه الأساتذة اللي كانوا بدرسوني. فكنت مميز جدا في حتى كراساتي، وشكلها مختلف من باقي الطلاب. بعد ذاك استمرت الحكاية دي، لما وصلت مراحل المتقدمة شوية في الدراسة بقى الخط عندي بقواعد، يعني بكتب الخط العربي ده بالقواعد المعروفة وبالموهبة زي، يعني ما أخذته من أي مصدر. ثم في مرحلة ثانية ظهرت الموهبة بتاعت الرسم. لما ظهرت المرحلة بتاعت الرسم أنا كنت في المرحلة الثانوية، وحتى عملت معرض وانا في المرحلة الثانوية الوقت ذاك يعني. بعد ذلك طبعا جاءت مرحلة الجامعة والكلية. طيب، فترة الجامعة هي بالتأكيد يعني فترة سبر الأغوار زي ما بقوله، بالتأكيد يعني فترة الالتحاق بكلية الفنون الجميلة والتشكيلية، يعني هي اللي بدأت تفتح الطريق لمحمد أكثر في مجال التصميم أو التشكيل بصفة عامة. أكيد طبعا هي المرحلة مختلفة خالص من المرحلة الأولى بتاعت اللي هو، إحنا لما جينا كلية الفنون فلقينا الوضع مختلف خالص، يعني كل اللي كنا بنعمله ما قبل مرحلة الدراسة خليناه. يعني وبالنسبة لنا كانت مرحلة انتقال مهمة جدا، ومحطة مهمة جدا جدا في حياتنا وفي الفنون بالذات. يعني أنا ممكن طبعا في كلية الفنون السنة الأولى دراسة عامة، بعد ذاك في السنة الثانية زول بتخصص، يعني رغم أنه أنا كنت ميال جدا للرسم والتلوين، لكن رغبت التخصص في التصميم الإيضاحي ونجحت كويس، تفوقت في التصميم الإيضاحي. طبعا الزول اللي بيكون ماهر في الرسم والتلوين بيكون عنده القدرة على أنه ممكن ينجح في أي قسم ثاني، فتخصصت في الرسم في التصميم، عفوا التصميم الإيضاحي الجرافيك ديزاين. ولكن بعد ذاك بعد ما تخرجت طبعا يعني اتجهت للرسم والتلوين، خليت ما اشتغلت بالتصميم الا في حالات نادره جدا، فبقيت مهتم جدا بالرسم والتلوين، واصبحت حياتنا خلاص يعني زول اصبح ملون في المقام الاول، وبعد ذاك ممكن نقول مصمم. نعم. طيب ممكن ندي المشاهد فكره عن التصميم الايضاحي، هو بيكون شكله كيف او التعامل معه كيف بصفه عامه؟ التصميم الايضاحي طبعا هو التصميم الاعلاني. كل الاعلانات مختلف انواعها، سواء كان مرئية فقط أو مرئية ومسموعة، بيعملوها المتخصصين في المجال ده طبعا. ولو ضربنا مثلا أمثلة، يعني مثلا زي تصميم الشعارات، أغلفة الكتب، المجلات، الصحف اليومية، حتى الجرافيك بتاع التلفزيون، كل الوسائل دي اللي هي ضمن تخصص التصميم الإيضاحي في كلية الفنون. نعم. طيب أستاذ محمد، يمكن يعني التصميم الإيضاحي ذاته عايز له إنسان يكون عنده ملكة كبيرة جدا في التخيل. يمكن تحدثت أنت تحديدا الآن عن تصميم الشعارات، أفتكر الفكرة دائما بتكون من الاسم غالبا. أيوة. فأنا عايزك تشرح لي أنت بتفكر فيها كيف، مثلا لما تجي تصمم شعار لجهة معينة. والله وجودي هو قسم ما سهل، يعني التصميم الإيضاحي قسم ما سهل. هاي الزول عنده قدرة خيالية واسعة جدا، مع الموهبة بتاعت تغنية الإنتاج نفسه، تغنية إنتاج الشعار نفسه عايزة مهارة عالية جدا. عشان كده أنا قبل الخصوة قلت لك الزول
اللي بيكون عنده قدرة على الرسم والتلوين بيكون عنده قدرة ينجح، عنده ممكن قدرة على أنه ينجح في أي مجال ثاني أو أي تخصص ثاني في الفنون. عشان كذا التصميم الإيضاحي أي زول عنده قدرة على الرسم والتلوين بيكون ناجح جدا، لأنه في المقام الأول صحيح عايز قدرة عالية على الابتكار والإبداع، بعد ذاك تقنية إنتاج الشكل ذاته مهمة جدا. طبعا الشعار هو فكرة وشكل مهم جدا، يعني لازم يكون في فكرة وبعد ذاك شكل. الفكرة يعني بيلعب فيها دور كبير جدا إنه الفنان المتميز. رغم إنه التصميم، تصميم الشعار نفسه لو ضربنا به مثل، يعني ما حاجة صعبة بالنسبة للمصمم إذا كان ممتاز، ما حاجة صعبة. ودائما الشعارات مثلا العالمية بتلقى في شكلها بسيط، بسيط جدا، والفكرة البسيطة بتجي بسهولة، ما صعبة. وكلما المصمم أعمل تفكيره أكثر، كلما خلق شعار معقد، والشعار المعقد غير مقبول. عشان كده الإبداع والابتكار في حدود مقبولة بتطلع مصمم ناجح. طيب أستاذ محمد، يعني أكيد من خلال يعني عملك في التصميم الإيضاحي تحديدا واجهتك مواقف مع مثلا أصحاب الشركات أو المؤسسات، هل هنالك مطالب إنه التصميم يكون شوية معقد، وهل بتتعبوا دائما في إيصال الفكرة لصاحب الفكرة إنه البساطة هي المهمة؟ والله شفتي هذه يعني حقيقة، يعني ومشكلة كبيرة جدا يعني، وأنا واجهتني يعني في البداية. أنا طبعا بعد ما تخرج من كلية الفنون طوالي اشتغلت مصمم لفترة تقريبا ما يقارب 4 شهور، اشتغلت في شركة مصمم. والسبب الأساسي اللي خلاني أخلي الحكاية دي التدخل في التصميم. يعني الواحد بيكون قاعد يصمم بتلقى صاحب التصميم بيجر كرسي وبيقعد جنبك وبيفرض عليك انه ايوه لازم تعمل لي كذا وتعمل لي كذا وتعمل لي كذا، بتبقى انت في الحاله دي ما مصمم، تبقى منفذ وبتنفذ حاجه وبتتحاسب عليك، وما فيها جوانب علميه في التصميم. فشفت ده عندنا ثقافه في السودان يعني عجيبه جدا. فعلا كلامك صح، يعني اصحاب كل زول عنده تصميم عايز يعمله بتلقاه عايز يفرض الحاجه في ذهنه على المصمم، فبتواجه المصممين حتى الآن فينا الصبر عليها. لكن أنا حقيقة السبب الأساسي خلاني أخلي التصميم نهائي أو العمل في مجال التصميم هو يمكن لأنك تتعاملت معاه برؤية الفنان أكثر. أيوة صعب جدا أنت كمصمم متخصص تقبل آراء برؤية الزبون دائما على حق. أيوة ما عنده علاقة بالتخصص. طيب أستاذ محمد، يمكن لديك عدد من المعارض شاركت فيها الخاصة بك أنت، حدثنا عن مشاركاتك. والله أنا يمكن قلت لك عملت معرض قبل ما أخش كلية الفنون، طبعا ده كمان ما قاعد أحسب وما قاعد أقول للناس في مرحلة لأنه بالعكس ده المعرض حيكون هاي. لكن بعد تخرجت طوالي لحبي للتلوين عملت أول معرض بعد التخرج طوالي في وقت مبكر جدا، يعني الزمن ذاك كان في المجلس القومي للثقافة والفنون. ثم بعد ذاك عملت معرضين خاصات في مركز راشد دياب في جريف شركة. وطبعا عملت المعارض دي بتقنيات مختلفة، 3 معارض دي أو 4 كلها عملت بتقنيات مختلفة، أساليب مختلفة، بأفكار برضو مختلفة. بعد ذاك شاركت في كثير من المعارض يعني برا السودان، شاركنا عملنا عدد من المعارض جماعية وثنائية كثيرة مختلفة برضو داخل السودان في الخرطوم وفي الولايات، برضو شاركنا في معارض كثيرة جدا يعني الحمد لله. طيب ده على الصعيد الداخلي هنا، لكن بالنسبة للمشاركات خارجيا سواء كان مشاركتك أنت كفنان أو المشاركات السودانية بصفة عامة، يعني كيف تراها؟ والله شوفي هو يمكن الفنانين التشكيلين بالذات في الخارج ناجحين جدا يعني، وهم وصلوا الثقافة والحضارة والتراث السوداني للعالم الخارجي. يمكن في الثقافة العامة نحن كلنا عارفين انه اول من خرجوا واستقروا برا السودان زي ناس ابراهيم الصلح اللي لحد الان موجود في 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 لندن، وكثير من الفنانين المميزين الرواة يعني خرجوا برا السودان في وقت مبكر جدا جدا ونشروا الثقافة الفنية والتراث عبر التشكيل.
فمشاركات الفنان ومستمرة، يعني مشاركات الفنانين التشكيليين مستمرة خاصة في الخارج، والخارج يمكن بيجدوا تقدير ورحيب أكبر وتميز أكثر من الداخل، يعني بحكم إنه العالم الخارجي بيهتم، يعني تقدم علينا في الحاجة دي اهتمامه بالفنون ثقافة الثقافة الفنية وكذا، فمشاركات ناجحة جدا. يعني حتى أنا سافرنا مجموعة وكانت سفرة ناجحة جدا، سفرة فنية ناجحة جدا يعني موفقة. نعم. طيب أستاذ محمد، يعني بتفتكر ليه التشكيلي السوداني بيكون ناجح برا أكثر؟ يعني هل الأجواء هي اللي بتساعد أم التشجيع أكثر؟ مش الأجواء، لكن نحن يمكن كسودانيين خليني أقول رغم أنه أجواء العمل يعني ما أجواء العمل، يعني الثقافة العامة التشكيلية عندنا في السودان ضعيفة جدا. في السودان ما دي حاجة معروفة للناس، في السودان والعالم التالت كله، يعني من بدري من وقت مبكر، يعني الفن التشكيلي ده ظهر، الحديث اللي بيسموه الحديث العالمي ده ظهر في أوروبا، حتى بعد ذاك انتشر بعد عصر النهضة، بعد ذاك انتشر لباقي العالم. نحن بصراحة رغم أنه عندنا حضارة قديمة جدا جدا فنية، لكن في حاجات كثيرة جات كده دخلت في النص، عملت جاب ما بين المتلقي السوداني ده والفن التشكيلي البصري ده بالذات، فبقت فيه مشكلة كبيرة جدا جدا. فالفنان السوداني في الداخل ما بينجح لأنه ما بتجد حتى من يشجعك، تشجيع ما بتجد. يعني احنا في وقت من الأوقات بنعمل بنفتح المعارض التشكيلية دي ما بكون في ناس، الحضور بيكون ضعيف جدا جدا. لأنه زي ما الصواليل والملتقيات أو المنتديات التشكيلية الموجودة الآن كراش الدياب، يعني ألا تساهم أكثر في تفعيل أدوار الفنانين السودانيين؟ والله هو إذا أخذنا نموذج يعني في الفترة الأخيرة صحيح، يعني الآن يعني في الوقت الراهن شايف ظهرت كثير من المراكز والجاليريات كثيرة جدا، وحتى المعارض في الفترة الأخيرة دي كثيرة جدا، يعني أكاد يمكن في يوم واحد تسمع بافتتاح معارضين ثلاثة للتشكيليين. الحاجة دي قبل فترة بسيطة، يمكن قبل الثورة ما كانت موجودة بالصورة دي. وكان إذا أخذنا مركز راشد دياب كنموذج، يعني هو طبعا راشد دياب أسس المركز في وقت مبكر شوية، كان ذاته في ظرف صعب جدا جدا، الظرف لسه حكيت لك ده، يعني ما كان في جاليريهات، الناس كان بتواجههم مشاكل في أنه يعرضوا أعمالهم وين، وقدم خدمة كبيرة جدا المركز ده، مركز راشد دياب يعني قدم خدمة كبيرة جدا للتشكيليين، فتح صالته لكل تشكيلي، أي تشكيلة عايز يعرض بيعرض فيها، وأي أي معرض بتقام في ختامه بتقوم جلسة بتعمل جلسة فيها حوارات في الفنون والتشكيلة وهم التشكيل، فقدم خدمة كبيرة جدا. حتى الحكاية دي انعكست، يعني أنا لاحظت كده إنه الحكاية دي انعكست حتى على التذوق. يعني نحن في الفترات الأولى كنا بنواجه مشكلة في إنه نلقى الناس زي ما قلت لك جميلة يشاهدوا المعارض ويستمتعوا بها ويستوعبوها، لكن في الفترة الأخيرة الآن بقى في ناس كتار محبين عديل، يعني تلقيهم متابعين للمعارض وبيجوا يشاهدوا ويشاركوا. نعم. طيب أستاذ محمد، كما علمت أنك حصلت على شهادة تقديرية من وزارة الشباب المصرية وجامعة الدول العربية، حدثنا عنها. ايوه، اذا كانت في مشاركه ومشينا وفدي من السودان، وفدي من مجموعه من الفنانين في مجالات مختلفه، التشكيل والغناء والشعر وكذا يعني، وكان بروتوكول هو بين وزاره الثقافه في السودان ومصر، وعملنا عدد من المعارض هناك ولفينا في عدد من المدن، وتقديرا للجهد ديا ومنحتنا وزاره الثقافه شهاده موحده من وزارة الثقافة وجامعة الدول العربية، لأنهم هم اللي كانوا مشرفين على البرنامج ده. طيب أستاذ محمد، يعني أنا كما علمت أنك تدرس في المراحل الثانوية لمادة الفنون، يعني التدريس تدريس الفنون في المدارس السودانية يعني كيف تراها الآن؟ وهل نحن بحاجة أكثر لأن نرتقي أكثر في مجال الفنون في المدارس، أو بالنسبة للتجهيزات في مجال الفنون يعني في المدارس السودانية، هل نحن بحاجة لذلك؟ أكيد بحاجة أكثر، وبحاجة أكثر للاهتمام بالفنون عموما في المراحل الدراسية الأولية كلها مش الثانوي بس، يعني وتعيين معلمين مهم جدا للفنون. يعني المستوى الاهتمام هسه ما مرضي، خاصة من وزارة التربية والتعليم ما مرضي بالنسبة للفنون، فيه إهمال، ممكن نقول فيه إهمال شديد جدا. يعني الليلة لو ادينا نسبة تقديرية أساتذة الفنون في الولاية مثلا كنموذج، يعني
50% بس بالنسبة لعدد المدارس. يعني كل أستاذ قصاده مدرستين. فيلا مشكلة كبيرة جدا جدا، رغم إنه الفنون، خلينا نتكلم قبل ما نتكلم عن أهمية الفنون ودورها في الحياة وبالنسبة للطالب وكذا، يعني الفنون ذاتها بتعتبر مادة الآن تعتبر مادة أساسية بتدخل لك الجامعة. الطالب الآن بيمتحن 7 مواد، المواد الفرعية بيختار ما بين الفنون والدراسات الإسلامية والأدب الإنجليزي. عدد كبير جدا من الطلاب بيشيلوها، ما بيلقوا أستاذ يدرسهم، يعني أسف الثانوي الآن ما بيلقوا طلاب يدرسهم الفنون، فبيضطروا يعني يستأجروا أستاذ خاص ويشتغل لهم وكذا. فمستوى الاهتمام ضعيف جدا، ومحتاجين لأنه يكون فيه اهتمام أكبر، تعيين أساتذة زيادة مهم جدا. نعم. طيب بالنسبة للطالب، يعني لابد أن تكون أو أن تكون لديه الموهبة الفنية حتى يرتقي في مجال الكليات. يعني هنالك مثلا طلاب يتم قبولهم للجامعات السودانية عن طريق مثلا كلية التربية الفنية أو أي كلية يعني خاصة بالفنون، يعني لا يكون لديهم الموهبة الخاصة بالفن، فهل سينجح في مسيرته العملية في هذا الجانب تحديدا؟ يعني لا، الطالب طبعا هسي امتحان الفنون بيختلف شوية، خلينا نقول مخفف شوية، يعني ما زي احنا امتحنا بالمغرر القديم، كان صعب جدا، كان صعب جدا طالب شايل الفنون ينجح إلا إذا كان عنده موهبة، موهبة حقيقية، لو ما عنده موهبة حقيقية ما بينجح. فالآن الامتحان بقى مبسط شوية، فأي طالب حتى لو عنده الحد المعقول من القدرات في الرزم بينجح في الامتحان. فبقت هي مساعدة، المادة في الثانوي بقت مساعدة لأنه الطالب ممكن يشيلها وينجح ويدخل أي كلية تانية، ممكن يدخل أي كلية تانية غير الكلية عندها علاقة بالفنون. لكن في كليات الفنون بالذات، خلينا نقول كلية الفنون أو التربية الفنية، ما بتوفق فيها إلا طالب عنده موهبة حقيقية. هاي ولو قليلة يعني. أيوة، لازم يكون عنده موهبة حقيقية، لأنه كلية الفنون لازم تخرج فنان أو مصمم في أي مجال التصميم، وكلية التربية الفنية تخرج أستاذ يدرس في مادة، لازم يكون عنده قدرات حقيقية. فما بينجح إذا ما كان عنده قدرات حقيقية في أي كلية عندها علاقة بالفنون. نعم. طيب يمكن هذا الأمر يحتاج لاستقصاء ودراسة من الوزارات، في يعني حتى لا يؤخذ الطالب في كليات عندها يعني أو تدرس التربية الفنية والطالب لا يملك الموهبة. إذن أستاذ محمد، المتابع والمتأمل في أعمالك التشكيلية يجد اهتمامك بالفقراء والكادحين أو المواطن في الشارع بمختلف يعني وظائفه، هل دائما ما تلفت انتباهك هذه اللوحات فتقوم برسمها في نفس اللحظة أو تتكون لديك الفكرة؟ طبعا ده خلينا نشير لمعرض شوارد مركز راشد دياب اللي حد الآن ما أشيرنا له يعني. طبعا المعرض ده هو معرض له تقريبا زي 12 يوم الآن، معرض مشترك بيني أنا ودكتور خالد حمزة إدريس، هو دكتور محاضر في كلية الفنون الجميلة والتطبيقية، والظهر من خلال هذه الأعمال معلومات الإشارات اللي قلتيها دي يعني وفي أنا أعمالي بالذات، لأنه أنا أعمالي أنا من هي تلوين بالألوان المائية واقعي، تلوين واقعي بالألوان المائية. طبعا أعمال دكتور خالد هي أعمال تجريدية أو خلينا نسميها حروفية، يعني هو ميال لزول أستاذ في قسم الخط، ميال لل إنتاج الأعمال بواسطة الحرف العربي كعنصر أساسي في اللوحة هاي. فبالنسبة لي أنا وجود العناصر دي، الكادحين زي ما قلت في الأعمال الفنية، طبعا هو ذا موضوع مهم جدا، يعني موضوع الكادحين دي، يعني والكادحين شريحة مهمة جدا جدا في المجتمع، محتاجة الناس تقف عندها وتشير لها يعني وتعبر. أي زول عنده وسيلة يعني المفروض يعبر عن حال الشريحة دي في المجتمع. وإحنا طبعا بالنسبة لنا الفن هو صحيح، يعني الفن رسالته الأساسية الناحية الجمالية والتعبير عن الناحية الجمالية، لكن
مهم جدا ايضا انه يكون الفن عنده رساله ثانيه انسانيه في انه يعكس واقع المجتمع، ظروف المواطن المختلفه. عشان كذا نحن انا بالذات حبيت في انه اعبر عن هذه الشريحه يعني من خلال الفن والفن البصري. والفن البصري طبعا اللغه بالنسبه لنا كلنا في الثقافه العامه معروف انه افضل وسيله لتوصيل الرساله هو لغه تخاطب كل المجتمعات بلغه واحده اللي هي لغه الصوره، الفن البصري الصوره. عشان كذا حبيت انه انا اوصل هذه الرساله من خلال انتاج اعمالي بالالوان المائيه. ما شاء الله، إذن كل التوفيق لك أستاذ محمد. يمكن المعرض ذاته كان وجد متابعة كبيرة جدا من الأجانب والفضائيات العالمية اللي أنت بتقيمه في مركز راشد دياب، يعني ما هي دلالات ذلك بالنسبة لك يعني وأنت تتابع هذا الإقبال؟ والله هو طبعا زي ما قبل ذكرنا أنه هو العالم الخارجي اهتمامهم بالفن التشكيل أو الفن التشكيل بالتحديد سبقونا نحن في السودان، يعني عشان كده من الطبيعي تلقى اهتمام أجنبي، يعني بتلقى حضور الأجانب، بتلقى القنوات الأجنبية حاضرة في افتتاح معارض. وده ما بشكل بالنسبة لي أنا برأي، حتى بالنسبة لنا في السودان عموما، يعني احنا كفنانين عايزين نعبر عن ثقافتنا، نعكس ثقافتنا للعالم الخارجي، وده طبعا ما بيتم إلا من خلال الوصول للعالمية من خلال الإعلام أو من خلال البعثات الدبلوماسية الأجنبية. فحضورهم بيمثل بالنسبة حتى للبلد عموما في عملت في معارض تشكيلية مهم جدا جدا بالنسبة لنا احنا طبعا ايضا كذلك احنا نفسنا كتشكيليين محتاجين لانه الزول ينتقل للعالمية عشان يكون عنده مساحات اوسع، وبرضه وجود اعلام خارجي بيشكل اهمية كبيرة جدا جدا بالنسبة للظهور الخارجي بالنسبة لنا. يمكن لعل اهم لوحة كانت ملفتة اكثر، أو هي كل لوحاتك ملفتة بالتأكيد، لكن لوحة قطار عبرة لديها وقع خاص. وطبعا حتى مهمة جدا جدا في الوقت الراهن بالنسبة لكل السودانيين، وهي أيقونة الثورة زي ما بيقولوا. فأنا والله يعني رغم أنه نحن ظروفنا طبعا صعبة جدا جدا، الزول بيشتغل عنده مهنة، ما فنانين متفرغين طبعا، يعني الزول عنده مهنة ثانية بيمارس التشكيل مهنة ثانية، يعني عنده مهنة أولى ومارس تشكيل كمهنة ثانية. فكان يا ريت لو لقيت في مساحة أكبر وسخت أكثر عن الثورة، فحبيت إنه أوسغ للثورة بأيقونة الثورة زي ما قلتي الغطار عطبرة، وفي أعمال ثانية لكن ما تعرضت، يعني إن شاء الله نعرضها في وقت آخر. لكن معروف بالنسبة لنا أصبح غطار عطبرة هو أيقونة الثورة ومحطة مهمة جدا جدا في تاريخ السودان الحديث والثورة. نعم. طيب أستاذ محمد، يمكن يعني من خلال تعاملكم عبر المعارض المختلفة أو الورش، ما فكرتوا أنتم كتشكيليين سودانيين إذا كان فترة الجامعة أو حتى فترة العمل أن تقيموا ورش ومنتديات خارج إطار ولاية الخرطوم، مثلا في الأرياف في الولايات المختلفة، لتلمس المواهب الخبيئة، يعني المواهب المدفونة في الولايات في الأرياف، وتشجيع على أنها تصهر كل إبداعات؟ والله شوف احنا الحاجات دي كلها هي موجوده في يعني في حساباتنا، لكن انت عارف البلد بتمر بوضع صعب جدا جدا، ونحن ذاته يعني ظروفنا صعبه جدا جدا، يعني هسه نحن معارضنا انتاج اعمالنا بنصرف عليها برانا، يعني رغم الظروف الصعبه، ومرات تبيع لوحه مرات ما تبيع، فبنعاني معاناه شديده جدا جدا، لكن خاتين في حساباتنا وبنتمنى انه طبعا قاعده تقام ورش داخل الخرطوم، يعني في موجوده منتشر. انا قبل شويه قلت لك الان في مراكز كثيره جدا محتاجه الاعلام يفتشها بالمناسبه، يعني ما معروفه للناس، مراكز كثيره جدا منتشره في الخرطوم دي بتقيم معارض يوميه بصفه دائمه. يعني كويس، نتمنى لكم كل التوفيق استاذ محمد خميس المصمم والملون التشكيلي. إضافاتك كانت ثرة جدا، وتحدثنا فيها عن أهمية الرسم ومدى استشفافكم أنتم كفنانين ووجودكم في البيئة السودانية المختلفة وعرضكم لها في معارضكم المختلفة. شكرا لك، كنت ضيف عزيز علينا في ظلال الأصيل اليوم. شكرا لك أستاذ محمد.
تسلمي كثير وشكرا مرة ثانية لكم ولقناة الشروق على الفرصة دي. بس بحب أذكر يعني بس لو سمحت لي المعرض بتاعنا في مركز راشد دياب معرض شوارد حيكون ختامه إن شاء الله يوم الخميس، وعايزين نعمل فيه جلسة يعني تاسي بتكلمي عن جلسات الحوار والنقاش والورش. وبذكر أي زول قريب من مركز راشد دياب سامعنا الآن يوم الخميس يجينا إن شاء الله بعد المغرب.